لو ان القيمه جت بنفس القيمه اللي تتقاضى فيها، شنو رايك؟ موافقين عليها وخلاص وكويس وزي ما قال الشيخ سالم بروح قبل شهر. يعني ياخذوا راينا حتى تسمع على حاجه. لكن انت استوفيت الكلام، قلت يا بتوقف يا المنحه اللي حاطينها هذه، يدي راه يتكلم السفير انه هو يجعل القانون. اعطينا رايك لو وقفت المنحه زي ما قال زي ما جت يعني تجيب نفس القيمه. لو جت بنفس القيمه يعني كلمه السفير انه هو يتجاوز القانون زي ما قلت زي ما قال نديم، يتجاوز القانون ويطبق القانون. يتجاوز القانون، ما عادش يطبق القانون دوا. لا هو يتجاوز. لا هو قال القانون جايك من ليبيا بيسدلوك 200 دولار، هذا هو قانون. هو مش القانون، هذا قانون. هو هذا هو مخالف للقانون، لكن يعتبر هو القانون الشرعي اللي دار جاتك من ليبيا. هذا كلام على اساس شنو؟ على اساس شنو زاد ال 200؟ يعطيك القيمه المضافه 25%. يعني انت تو معلش انت تو معترف ان المنحه اللي تاخذ فيها تو مش حقك، مش حقك، المفروض يعاملوك على سعر تصريف اليورو بالمنحه اللي تجي. انت تاخذ في 3200، المفروض تاخذ تجاوز. انت المفروض تاخذ 2300 ولا 2400 بس، علاش تاخذ 3200؟ المفروض الفلوس اللي خديتها من الفتره كلها ترده. في يوم من الايام كانت المنحه في اللي في جدول البعثات كانت 3000 وكسر، 3200 وكسر، ما كانش باليورو، كان الجدول معد بالدولار الاسترالي مش معد باليورو ولا واحد. لا كان معد حتى بالدولار الاسترالي. اعطيوني هذا كويس. كان معد بالدولار الاسترالي. احنا كيف عرفنا من حلنا قبل ما نجو هنا؟ كيف عرفناه؟ ما ضربنا حولنا اليورو حولناه لدولار ولا احنا عرفناه لقيناه مدرج في جدول في موقع البعثات، لقيناه مكتوبه 2200 وكسر، ما كانتش باليورو. احنا شفناها من الاول انها بالدولار الاسترالي ماهيش باليورو. 2200 كان الجدول بالدولار الاسترالي ما كانش باليورو. هذا في موقع البعثات سابقا. هو بالاول باليورو، كيف بالدولار؟ كيف تو يقول لي انه باليورو؟ مش ما كانتش واضحه الصوره اصلا، ما كانتش واضحه. جيبوا لنا جدول هذا وين؟ ترى شكرا. من عندك هذا يا شباب؟ يا شباب من عندك هذا ما اسال.